عقد حزب حماة الوطن ببورسعيد مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وإعلان تأييده لفترة رئاسية جديدة. عقد المؤتمر بحضور الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ولفيف من قيادة الحزب وأعضائه، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة. وصرح أمين عام حزب حماة الوطن بأمانة بورسعيد محمد سلامة أن ما حدث على أرض مصر في السنوات الماضية يعد إنجازا بكل المقاييس، لافتا إلى أن الدولة بكل مؤسساتها تقدم كل ما لديها من أجل المواطن المصري. لازم يبقى نزود مدى الوعي عند جموع الشعب المصري ان مشاركته إيجابية عشان نأيد اي قرار بيتخذه الرئيس، علشان نبين له ان احنا داعمين ومؤيدين للي هو شايفه مناسب للامور اللي تخص امن مصر، وربنا سبحانه وتعالى يوفقه في خاصة في الظروف اللي بنمر بيها. يعني الرسالة زي ما انتم شايفين الجموع واللي بره واللي جوه بتتكلم، وهي رسالة واحدة ان احنا بنأيد وبندعم وبنسند السيد الرئيس في المرحلة القادمة واللي بعدها، وبندعم كل قرارات السيد الرئيس في عدم التهجير وفي القرارات بتاعت غزة وفي قرارات الأمن القومي الخاص بمصر وبالمنطقة المحيطة بمصر، واحنا طبعا كلنا وراه وشيد واحدة وشعب واحد. والرئيس عمله من إنجازات في الفترة اللي فاتت هي اللي بتتكلم عن نفسها، سواء كان في الإسكان أو الصحة أو التأمين الشامل هنا في بورسعيد عندنا حاسين بيه جدا. احنا لازم نساند القيادة السياسية، لأن مساندة الشعب المصري القيادة السياسية بيدعمه قدام العالم كله علشان تبقى قراراته مؤثرة وعشان يستجيب لها الناس. المساندة يعني إيه؟ يعني ننزل الانتخاب، يعني كل واحد ده حقه المشروع القانوني إنه ينزل علشان يساند القيادة السياسية في القرارات السياسية القوية والحساسة في هذه المرحلة العصيبة اللي احنا بنمر بيها.